صديق عزيز، أخ عزيز تربطني به علاقة صداقة قوية خلال فترة بسيطة منذ توليه لمنصبه، ولكن أعتز كثيرا بالفرص التي جمعتنا والحوارات الصريحة والهامة اللي تناولناها والتوافق القائم فيما بين البلدين وفيما بيني وبين معالي الوزير إزاء أهمية العلاقة الثنائية اللي بنوصفها دائما بأنها علاقة استراتيجية راسخة على أرضية صلبة من العلاقات التاريخية الممتدة اللي تربط بين البلدين والشعبين، العلاقات التمازج اللي حدث بين الشعبين سواء بتواجد المواطنين اليونانيين على الأراضي المصرية في القرن الماضي وتواجد المصريين على الأراضي اليونانية حاليا واستمرار التبادل فيما بيننا على مستوى الشعبين. فنعتز كثيرا بهذه العلاقات ونعمل على تنميتها. معالي الوزير، تشرف صباح اليوم بأن استقبله السيد الرئيس، تم خلال اللقاء وخلال حديثنا المنفرد والحديث الموسع تناولنا مجمل العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها والعمل على استكشاف مجالات جديدة للتعاون، استمرار التنسيق السياسي على أعلى مستوى، التنسيق واستكشاف مجالات التعاون الاقتصادية، تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في إطار مشاريع وزيادة حجم الاستثمارات والتفاعل فيما بين قطاع الأعمال الخاص والمشروع الهام الخاص بالربط الكهربائي بين مصر واليونان ومن اليونان إلى المنظومة الأوروبية. هو كل ذلك يؤشر إلى استمرار هذه العلاقة لتعود بالنفع المشترك على البلدين. تأكيد أنه مباحثاتنا أيضا وخلال صباح اليوم وخلال المباحثات الموسعة تطرقت بشكل مسهب للتطورات الخاصة بغزة، الحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري، الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، الرفض التام للنزوح الجبري من غزة والعمل على احتواء هذه الأزمة وعدم تصعيدها. ونرى المخاطر المرتبطة بالتصعيد والأثار المرتبطة بالتصعيد وكلها أثار سلبية لها انعكاسات إقليمية وتفوق ذلك إلى انعكاسات دولية. سوف نواصل تشاورنا بعد المؤتمر الصحفي، ومرة أخرى برحب بمعالي الوزير الصديق العزيز جورج في زيارته، اتفقنا على أن تكون وتيرة الزيارات فيما بيننا بشكل قريب تأكيدا لأهمية التنسيق. أيضا تحدثنا على العلاقة الثلاثية المصرية اليونانية الأبروسية وأهميتها واعتزمنا استضافة القمة القادمة للثلاث زعماء في مصر إن شاء الله يتم تحديد الموعد في أقرب فرصة، لأنها أيضا علاقة ثلاثية استراتيجية وهناك مجالات تعاون عديدة يتم متابعتها بشكل حثيث من قبل رؤساء الدول الثلاث. شكرا، تفضل. Dear Minister, my dear friend Sameh, it's been an outstanding honor to be here. شرف عظيم لي أن أتواجد معكم في مقر وزارة الخارجية بمصر وأن أتقابل مع حضرتك بصفتي الرسمية، وأود أن أشكرك على المستوى الممتاز للتعاون، وأنني أقدر بشكل خاص موقفك في إعداد الاجتماع مع السيد الرئيس. لقد عقدنا مباحثات مطولة مع الرئيس السيد
السيسي وفخامته دائما له وجهات نظر بناءة في كل الموضوعات. وفي الواقع أننا حاولنا أن نبذل المزيد. ومؤخرا مصر كان لديها العديد من الأمور المشتركة مع اليونان مما ينبئ ويجعلنا متفائلين بمستقبل مشترك بين البلدين. شكرا صديقي الوزير. وأن هناك أعمدة للاستقرار في هذا الإقليم، في إقليمنا المتقلب لدينا فهم مشترك. وأننا كذلك تناولنا التحديات المشتركة. وكما ذكر فإن لدينا أن قبرص تمثل لنا تحالفا ثلاثي للبلدان الثلاثة، وهو تحالف قوي. بالنسبة للربط الكهربائي الذي أشرت إليه السيد الوزير بين مصر واليونان، فقد وافقت عليه المفوضية الأوروبية، وهي تشير إلى العلاقات بين البلدين والدولتين، بالإضافة إلى مزيد من التعاون في العديد من المجالات، التجارة والثقافة والسياحة. وبالطبع فإننا سوف نواصل دعم الروابط بين مصر والاتحاد الأوروبي. كان لدي الفرصة أن أرحب الوزير شكري يوم الاثنين في بروكسل في مجلس الجمعية، باعتبارنا من أقدم البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتواجدي هنا خاص بالموقف في الشرق الأوسط. كلانا حاولنا نعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، فإننا نعرف أن الموقف هش للغاية، ونحن بحاجة إلى التصرف سريعا، وأننا نشعر بالقلق إزاء الموقف الذي ينذر بالخطر في غزة، وكذلك احتمالية انتشار هذا الصراع في البحر الأحمر ولبنان. وبالنسبة للبحر الأحمر على وجه الخصوص، أود أنني أريد أن اليونان تهتم بهذا الأمر، ومصر تسيطر بشكل استراتيجي الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. لدينا مصالح مشتركة من أجل فرض الاستقرار في الإقليم على النطاق الأوسع. وبالنسبة لأن مصر كحليف استراتيجي في المنطقة العربية، في أننا كذلك كل الأطراف المشاركة في الموقف الحالي، فأننا نبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد، وكذلك إيجاد حل لهذه المشكلة الحادة وهذه الاضطرابات في المنطقة. وقد ناقشت هذا الأمر مع كل الأطراف، وأنا على اتصال دائم ومستمر مع الوزير الشكري، وأننا نثني على مبادرات مصر لإيجاد حلول واقتراح خطة مرنة ومستدامة لحل الأزمة الإنسانية، وإعداد موقف مستدام لما بعد الحرب، وكذلك الموقف في غزة. وكذلك أن هناك حاجة إلى عمل سريع من أجل المنشآت في تحسين المنشآت في غزة، وهذا أيضا سيتم في المستقبل. بالأمس فيما يخص الاتفاق الخاص بإدخال المزيد من الأدوية والمساعدات الإنسانية لغزة، هي خطوة أولى جيدة ولكنها ليست كافية. نحن بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الفورية لتسليم السلع، وكذلك كل المرافق الأساسية للسكان غزة. وكما ذكر السيد الوزير، لابد وأن نكفل عدم نزوح أي نزوح للسكان، وأن يجب أن يعود أهل غزة إلى أرضهم ويعيشون في رخاء وسلام دون أي إرهاب أو ترويع بالنسبة لهم. وأننا سوف نعمل معنا
نحو هذا الاتجاه وهو حل الدولتين. سيدي الوزير، عزيزي الوزير سامة، في ظل الموقف أو حالة عدم اليقين حاليا، أن التعاون الاقتصادي والسياسي مع النمو وتعزيز السلام والرخاء هو بين علاقات بين دولين هو مثال يحتذى به لدول أخرى. شكرا جزيلا، وأتطلع إلى مزيد من التعاون. Thank you for time constraints. We shall take just one question for each minister. Mr. Mustafa. تحياتي. سؤالي موجه للسيد الوزير سامح شكري. ترتبط مصر واليونان يا فندم بعلاقات تاريخية واستراتيجية طبعا ممتدة، وتعتبر اليونان من أهم أصدقاء مصر في الاتحاد الأوروبي. هل تطرقت المحادثات إلى أطر جديدة لتعزيز التعاون فيما بين الجانبين، والدور الذي يمكن أن تلعبه اليونان لدعم مصالح مصر مع الاتحاد الأوروبي؟ ولو أذنت لي أعطيك الشق الثاني، يتعلق بالأوضاع في غزة وزيارة الوزير الأمريكي بلينكين الأخيرة، هل شملت أي جديد فيما يخص الموقف الأمريكي بالنسبة لوقف إطلاق النار في غزة؟ شكرا يا فندم. شكرا. بالتأكيد أنه العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية فيما بين مصر واليونان هي علاقات متشعبة، ونعمل دائما على تطويرها. هناك عدد من المشروعات في مجالات السياحة، في مجال طبعا الربط الكهربائي، من المشروعات الحيوية والبارزة، في مجالات أيضا الاتفاق الذي تم صياغته بالنسبة للهجرة الموسمية والاعتماد المتبادل، والعمل على تكثيف التعاون فيما بين القطاع الخاص ورجال الأعمال لزيادة حجم التبادل التجاري. نحن لدينا اقتناع بأنه حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية، وأن هناك أفاق واسعة لزيادة التبادل التجاري فيما بيننا. طبعا القدرات اليونانية في مجالات النقل البحري، وأيضا من المجالات اللي نعمل على تنمية التعاون خاصة بها، وهناك مجالات أيضا في إطار الزراعة، في إطار التعاون الثلاثي مع الأبرس، كلها تنفيذها هيزيد من المصالح المشتركة فيما بين البلدين. تأكيد أن اليونان لعلمها وقربها ومعرفتها بالأوضاع في مصر على مدى السنوات الماضية كانت دائما صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي، تعريف بالتحديات المشتركة اللي بتواجهها مصر وأيضا بتواجهها اليونان، ومن هنا كان الحديث والنقل وجهة النظر المصرية إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي كان أمر لا غنى عنه، أمر نعتز به، وكان له تأثيره في زيادة دعم العلاقة الثنائية فيما بين مصر وأجهزة الاتحاد الأوروبي ومصر وأعضاء الاتحاد الأوروبي. وكان هناك نتائج ملموسة لهذا الدور اللي لعبته اليونان ودول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي القريبة إلى مصر، ونستمر في الاعتماد على هذه المعرفة وهذه الصلة الوثيقة في تدعيم هذه العلاقة وتعريف الدول الأوروبية الأخرى بمدى المنافع المشتركة التي تعود من خلال هذه العلاقة القائمة. ونحن تحدثنا أيضا على مجلس المشاركة ومخرجاته، وأيضا ما هو مطروح حاليا من أفكار للارتقاء بالعلاقات المصرية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي، خصيصا اللي جاري بلورتها وسوف إن شاء الله تخرج إلى النور قريبا. فيما يتعلق بزيارة الوزير بلينكين بعد جولة شملت عدد كبير من الدول، ومن ضمنها زار دول عربية وإسرائيل، وحديثه فيما يتعلق بأهمية العمل على تعدي هذه الأزمة وتغير أسلوب
اسلوب الممارسة العسكرية من قبل إسرائيل وضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين واتخاذ خطوات فعلية للتوصل إلى ذلك. كما ربما رصدت من الحديث فلم يصل إلى درجة المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ولكن هذا هو موقفنا بأنه ضروري يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. ودي يمكن وتحدثت مع الوزير مرة أولى ربما أن ينشأ صراع في العالم ويكون هناك تحفز أو تردد على المستوى الدولي في إطار المطالبة بوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على حل أي نزاع من خلال الوسائل السياسية. بالتأكيد أنه حجم الأضرار التي وقعت بالشعب الفلسطيني في غزة من قتل حوالي 24 ألف الآن، وعدد المصابين اللي بلغ فوق 60-70 ألف، 70% من المنشآت تم تدميرها، البنية التحتية، شيء غير مسبوخ في إطار أي صراع. وتأثر المدنيين الأبرياء أكثر من 60-70% من القتلى من النساء والأطفال، في الحقيقة هي كلها تلقي بظلال على الضمير الإنساني بأن يستمر هذا الصراع وما ينتج عنه من أضرار بالنسبة للمدنيين الأبرياء. فنظل في العمل الوثيق مع شركائنا الدوليين، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية، من أجل وقف إطلاق النار والعمل على توفير المساعدات ومنع النزوح وإقامة الدولة الفلسطينية. تأكيد أن الصراع ودوائر الصراع عبر السنوات الماضية هي كلها مرتبطة بوجود حالة احتلال، عدم الوفاء بمسار أصله في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتأكيد أنه أن يزول الاحتلال لا يبقى سبب لأي نوع من المقاومة واللجوء إلى أي عنف، وهذا ما نسعى إليه. حل هذا الصراع الحالي في غزة لن يتأتى إلا في إطار شامل يؤدي إلى تناول قضية الرئيسية وهي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. سؤال آخر من ممثل التلفزيون الوطني اليوناني ERT. شكرا سيدي الوزير. رأينا بالأمس أن كان هناك هجوم على إحدى الناقلات اليونانية في البحر الأحمر، ويبدو أن هناك مزيد من الهجمات من جانب الحوثي. هل تشعر بالقلق إزاء هذه الهجمات، وما هو موقف الحلفاء الغربيين لحماية المنطقة؟ شكرا جزيلا. نحن قلقون جدا بالنسبة للموقف ككل وانتشار الأعمال الأعدائية في كل المجالات من كل الجوانب. لدينا هناك أعمال عدائية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان وفي البحر الأحمر. في البحر الأحمر من الواضح أنه يؤثر على أمن وسلامة الرحلات البحرية، لأن هذا يؤثر على التجارة الدولية، وهذا يثير قلقنا بشكل خاص. كما تعملون أن قوات العمل موجودة بالفعل لمنع أي أعمال عدائية أو هجمات ضد الأسطول التجاري، وهو أمر غير مقبول وهو ضد قانون الدولي فيما يخص البحار. لهذا السبب علينا أن نتسم باليقظة، ومن الواضح أننا لا ندعم أي نوع من العدوان والاعتداءات. نحن بحاجة إلى إنشاء قناة حوار لمنع
كل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بالتماشي مع حلفائنا وخاصة مصر وهي الطرف الرئيسي المعني نتيجة لملكيتها لممر قناة السويس. أعتقد أننا بحاجة إلى العمل معا لأننا ندرك العواقب، ليس فقط العواقب الإنسانية بل المالية كذلك التي من الممكن أن تحدث حال هناك انتشار واسع للاعتداءات في البحر الأحمر، وهذا سيؤثر ليس المنطقة فحسب بل العالم ككل. لهذا السبب فنحن بحاجة إلى تواجد تحالف قوي من الأمم لمناقشة الموقف. كما تعرفون ثمة قرار صدر من مجلس الأمن في هذا الصدد، نريد أن نكفل أن الإبحار ليس محظورا من أجل تأمين التجارة العالمية. شكرا جزيلا.